كلها يعني هوايات حلوة وكلها هوايات مفيدة. طبعا الغوص مو مثل أي هواية، من تنزل تحت الماي أنت دخلت عالم ثاني. بالنسبة لي أنا أحب أن أنقل الخبرة اللي صارت عندي للأولاد الصغار. أنا صرت يعني أنام يعني يكون في بالي الدراجات المائية. والله تطير بالطيارة هذه كأنك طير، لا عندك مكينة ولا عندك إزعاج. اللعبة فيها دقة، فيها تركيز، فيها منافسة. الحمد لله أنها نزلت سليماً.